مرحبا بكم من جديد في برنامج ذوق تحصل سبيسيال رمضان. ضيف حلقتنا اليوم اكيد تعرفوه وتحبوه برشا وعرفتوه في نجوم الليل، هو مروان العريان. تبعناه ايامات الفق، تبعناه وقت اللي حل معاه. هيا قول لنا يا شوقي، باش تاخوها مروى سنة ولا ليه؟ مروى تعرف اللي عندي مده من اللي بعد تاع الحومه والمشاكل والهمله، تو وليت نخدم نحب خدمتي خام في مستقبلي. الحمد لله صبرت ولقيت تو تبارك الله، ما نقصك شيء ومازلت نقصك بيجي. مرحبا بيك بنين الصدوق تحصر. عايشك عسامة شيف، مرحبا بكم. دبرت اليوم؟ اليوم باش نعملوا روم ستيك بالبينار والونيون انغولي بالبات فوتي، هذا البلا برينسيبال. غارنيتور باش نعملوا تاجيتي بالكورجيت طومات فيلي اي اوليف نوار. ديجا من المال تشهي. هي راهو ما بيناتنا هي تبارت مروان، خاطر حب يتعلمها، قالك نحب نشوف كيفاش طريقة تحضيرها وهي سهلة برشا. بيان سور سي لو كونسيبت. سي ان بلا مي ساهل شوية. نتعداو ونشوف المقادير وبعد نرجعو. روسيت تالياتيلي او ليغوم اي اوزوليف، مقرونة بالخضرة والزيتون. المقادير 250 غرام مقرونة تالياتيلي الوردة البيضة، 100 غرام طومات بولي، شامبينيون، 50 غرام بصل، 50 غرام قرع أخضر، 50 غرام بتنجان. روسيت رام ستيك غولي أو بات فويتي، المقادير 100 غرام أونيون، 100 غرام سبنيخ، 70 غرام بات فويتي، 50 غرام رام ستيك، ملح وفلفل أكحل. دلتا كوزين، كوزينتك تكمل العين. دلتا كوزين، دي كوزين أ فيفر. مروان، اول طلب تاعنا باش نبداو عندنا السبنيخ. السبنيخ تاعنا باش نسوتيو السبنيخ. كيفاش تسوتي السبنيخ مروان؟ نورمالمون بالزبده. هذاك هو. هذا تري الزبده. دوك لا تحط الزبده ذوب قبل وبعدك ترمي السبنيخ. اي فوالا. مروان بالزبنيخ هذا حقوق حاجه كي باش نظفوه نحيو التيج هكا. نحيو بارتي هذه باش نحي كان التيج برك نحيو لاكو زعما صعبيل عاد هكا هذيك هو هذيك هي الحاجه هذا الكوزين زعما صعبيل ولا سي انا اي حط زبده ذايبه سي بون سلخ طيب الزبده تبدا سخونها ذايبه مليح باش نحطوا زبده بعد نحطوا الفلان تاعي بس تستقطر السبيخ بالماء نتاعو مليح مليح سينو يطش دونك لا سافا هكا لا هوني عملنا شوية بصل صوتيناه بالزيت والزبدة باش نرفع الوقت، رجع عملناه العملية هذه. عملية في حلقات سابقة احنا، دونك بصل كيما عاد تحط شوية زبدة وزيت، وبعد ما يسخن تحط ربي البصل، دونك سي بون. نحطوا شوية ملح. شوية ملح. احنا ما نستحقوش جينيرالمون باش نحطوا الملح في السبنيخ. هيا سودي توا سي مروان. السبنيخ أصله ملح. أكثر من هكا. عملوا هكا. فوالا ما تلمش فوق عاد. يجي على وجهه. يا عمي وحدي. فوالا. هي هوني السبناخ نعملوه شويه برك لازم نطيبوه على الاخر. قطعنا قلت لكم. ذبلوا شويه معناتها. توا خذنا باش تاخذوا السبناخ تحطوا البات فيتي نتاعنا تحطوا السبناخ بعد باش نحطوا الروم ستيك نتاعنا باش نعملوه باليو ونحطوا شويه بصل بعد باش نحطوا في الفرن. الغولي هذا. غولي. شوفوها كيفاش. توا باش ناخذوا اللحم نتاعنا. الروم ستيك. ما عاد حاجك بزاف ترى مازلت ما عادش تحط شويه عندنا الاكوال هذه اللي عندنا مقبلين لوغي روح لي شويه نقول شويه كذا توا حط البوالا مريم شوفوا سمات فرت بوالا توا خلي فواحد ديجا انت اللي عم تاك ها اي فوالا بالاعشاب نتاعنا اللي هو شويه زعتر شويه كليل شويه زعتر بهارات حبق شيء اللي تحب هوني اللي يحب الحاجه المهمه شقولها احنا بعد باش نحطوها في الفرن حاسه تقريبا نحطوها 8 دقائق في الفرن ا كومبيان دو دغري ا 200 دغري 180 200 دغري
معناتها هوني لازم اللحم طيبوش برشا على الاخر معناتها كيما نقولوا سينيور خاطر بعد باش كمل في كل فاس دوزيام كويسون دونك ديما هوني لازم فوالا هاي حاجه مهمه فما بتاعي طيب برشا اللحم وبعد كي نكمل نحطوه في الفرن يشيح يولي ديجا فوالا ياسر نقلبوا اللحم دونك 3 دقائق على كل فاس 3-5 دقائق شوفوا هوني خلينا اصفر نتاع ضم واحد خلطوه شويه هذا هي كيما نقولوا باش نعملوه كيما الكل اللي كيما وقت عملنا الحامضه خلينا دونك تدهن بالبانسو بريد حق بانسو هذه البات فوتي راهو معناتها نشريوها من عند الباتيسي حاضر ولا فما يبيعوا فيهم في سنتر كوميرسو تلقاها ب 50 غرام ونحن حاجتنا حاجه تقريب 80 غرام حلو حطوا البابي سيفيغيزي باش ما يلصقش دو كويسون تاعك فهمتوني باش ما يلصقش حطوا لي البات نتاعنا توا اول حاجه نعملوها شوف الحم تاعنا شنو بس العظام ياد باش نعمل شوف الحم تاعنا كيفاش تعبوا لي هاي فوالا ها سي بون توا كيما قلت لكم عندنا شويه بصل صوتي مقبول هيك حطوا هوني البصل هوني انا شوف مريم بصير فكره انا اللحمه باش نحطها هوني هكا ما باش دورة فوالا حط لنا البصل بارتي هذا اللي قلت لكم حط البصل من هوني لهوني حط هوني البصل هذه بصل كيما قلت لكم معناتها صوتي شويه زبده وزيت وزيت داكور توا حط الحم مريم حطوا كيما هو من غير ما تقصوا ما نقصوا وبعد نجم عمليه ثانيه نجم زاد نعملوا سكالوب خشينه زعما اما لازم تبدا خشينه مش سكالوب تطبقوهم بعد ما معناتها اللي يحب يحط الحم ولا نجم نجم نعملوا فوفيليه ولا نجم نعملوا اللي يحب هو توا نعملوا بال توا نحطوا البنان تاعنا هذول العظام في اخر ايتاب بعد بنعملوا لها الغولي نحطوا فما شكون ينجم يحطوا فرماج هون حطوا فرماج داكور هو كيف لعب توا هوني الحمد لله زين الاطراف ترى مسكروهم بقى فوالا معناها بور فار كولي بور فار كولي ديرها كيما الكل هيت عليك سي بون فوالا ماذا بينا نحطوا الفول 180 خفيف على البات فوتي 180 بهيله و 8 دقائق في الفول حسب تقريبا دونك 180 توقع 8 دقائق توا قول لي وراك كي تصور كيفاش تفطروا تاكلوا وحدكم وما عندكم تريتور اي بيان سور فما كاترينغ وزعما كاسكروتك لا كيفاش فما كاترينغ فما دي تريتور نورمالمون سي بون فما بعد دوروا هكا داكور فوالا هوني تو لاصقوها مليح هكا نزلوا هكا عظامي لاصق كيف المقلوب بالضبط كيف المقلوب هكا هبدي نعاد كيفاش هكا مروان ساعي متشتي قاعد تو فرقيت انا من هكا علاش هذيك؟ هذيك باش تشد مليح فوالا فوالا نجم بارتي هذا باش نلحموها كيما نقولوا هاي فوالا زيت بيسكو زايد هاي لا فكره تعرف مروانة عملية هذيا نجم نعملوها راهو نجم في عندك عباجين كدا تعملها تحطها في الجديد بالطبيعة ديجا سافي امبرسيوني لي زانفيتي نتاعك معناها حاجة سهلة تاع فول وجاوك لي زانفيتي نتاعك وانت تعملها صباح في الجديد وبعد جاوك زانفيتي حاجة تعملها نعملوا بالجون دوف نحطوها في الفول انا حتى هو قبل باش نطيبوها باش نحطوا نعمل المقرونه نتاعنا اللي هي كيما قلت لكم بالقرع الاخضر بالقرع الاخضر وزيتون وزيتون وصوص مات هذه فيسع فيسع معناتها حاجه بنينه وفيسع ما نعملوها هذاك الهدف نتاعنا مادام قاعده تيب الباتشو فوالا خليه في الفور 8 دقائق 180 درجه حتى 8 دقائق 180 درجه تو تحط لها عظم اصفر بوغ لا دوغيغ معناتها باش بوغ فيغ دوغي لاباتي داكوغ هاي سي مروان او عندك ضربة الدهينة لا بيسكو عامل اريميتي معناها ديزاين وكل شيء دونك جي لا مان فوالا 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 نورمالمون سي بون توا حطوا الفور نحط الفور ديما نعاود ناكد ديما الفور نتاعنا يبدا سخون الفور نتاعنا يبدا سخون بقدينا مش نحط فور بارد
دو 8 دقائق 8 دقائق وبعد نرجعوا لها. تو انا نمشيو نعملوا الرسيت نتاعنا تاغلياتيلي تاغلياتيلي كوجيت نقرا اخضر هذا الرقم نتاعنا فوالا يا خو سيكين قصوا لي بو قصوا لي بو خمس دقائق هذاك هكا يا شيخ هذاك هكا ما نقصوا في اثنين فوالا باش ما عندنا باز ما نقصوا هكا عرفت في دارك مروي مستعين مروي مروي نعاون شويه مش قصوا شويه ها قصوا شخينا هكا جويده باش بعد خليك تبدا خشينا برشا باش وقت باش تيب بيان سور خليك تبدا خشينا قد ما توقسينا القرعه نتاعنا فوالا ابروبري كونتيتي قداش معناها هذه انا هنا كي باش نعملوها باش نعملوها بور 4 بيرسون بور 4 بيرسون 4 بيرسون زوز قرعه ما تبيها بور 4 بيرسون انا الزيتون نتاعنا خلينا نقول لك بصل القسيناه دونك دي بيتي ترونش دي بيتي ترونش توا صلي بن المقرونه توا توا عندنا احنا فدوا تاجه تالي نتاعنا حطينا الماء نتاعنا يسخن حطينا تحتنا فيه شويه ملح كالعاده شو نزيدو اخر مره زيت لا هذا يحصل في حلقه سابقه قالوا نفس الشيء وقال الزيت الناس كلها زيت حكايه فيها زيت ولا زيت يقعد من فوق كيفاش تعمل هذاك الزيت يقعد من فوق في الملمية الزيت حاجه نبيه من بعد كي مش تبرد حاجه دوك شنو نحطوا ملح 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 اوكي وش هما توا شوفوا باش نحطوا التاجة اللي نتاعنا لازمها حسب تقريب 8 دقائق نحطوا التاجة بابلوس نمشيو حسب تقريب العبد واحد بوين بورسيون سي ثلاثة ثلاثة ايه 3 بار بيرسون 3 بار بيرسون وين تلقى عندهم تلقى تالي بزاف يزيد يكب زيت يكب زيت تلقى تالي فما زوز معناتها ما تسيبش تروح على ساق الفترة هوني قاعد نعملو بور اون بيرسون مي عبالي باش نعمل اكثر نجم نحط زوز تلقى تو حطينا الكاسون تسخن حط شوية زيت مرة شوفوا هذايا شوفوا هذايا معناتها الصوص هذه نطيبوها حسب تقريبا في 8 دقائق نعملوا صوص نتاعنا. هذا في ساعة ما تحضر. هذا في ساعة ما تحضر. هذا حاجة سخونة في ساعة ما تحضر. تسخن مليح. تو مروان حط القرع الأخضر. حط معاه البصل. فوالا. تو نحركوا شويه الزيتون حطوه تو ولا بعد؟ لا بعد الزيتون اخر حاجه خذوا الزيتون هو الزيتون نتاعي نعطيك مغرفة مروان ديما بغيك خلطوا تاخذ مغيز مروان المغرفة خير بس مغرفة خلطوا مليح لا هو نفسه مليح دوك ماكش طيب برشا الخضرة أنت تخليها شوية جوست خليها تطيب ليها الخضرة تطيب تو الخضرة باش تطيب بس معظم يطيبوا وبعد ياخذ وقت نزيدوا الطماطمات نتاعنا أنت اخترت طماط فريش المهم ديما تلقى ديما ماذا بينا نحركوها شوية زادة باهي شوية ما تشدش لا قد تلقى تلقى هي هي ديجا شدة في بعضها فوالا ما حركوهاش باش تعملكم باش تلصق دونك انت اخترت طماط فريش مش طماط كونسونتري طماط فريش طماط فريش ديما هو يا صحابي باش نعملوا حاجه صوص طماط ولا حاجه فيها طماطم حتى تبدا مزروبه ديما طماط فريش على خاطر الكونسونتري لازمها باش نحل الكونسونتري نتاعها في الماء لازم حاجه تقريبا 20 دقيقه قبل تقعد هكا انفعهم احنا هوني انا هوني نحب نعملوا حاجه كي فيسها فيسها الثاني هذه نجم واحد يتسحر فيها شقا الفطر فوالا بلوس معناها 100% ناتشورال معناها كل واحد في السحور شي عام عاد بعد الفدا عنده كعبه قراعه وفيها مقرونه انا هون اخترنا تاجيت اللي ماناش تاخذ مقرونه واحده اخرى فهمت تجيب مثلا في الفلبيني ولا بتجيب في الفرادي ما تعملش مشكل ما عندك قراعه وشويه زيتون شويه تعمل مقرونه بتاعك هذا زيد حرك شويه من هنا تشوفوني كيفاش الكوجيت بدات تجيب شويه حركة مني هاد ما تخافش عليه هكا هاي صاحي حط شي ترش ملح حط في الأكحل ولا لا حط في الأكحل حط عندك مروان تحب تزيد ظهر فيك تحبوا برشا في الـ في الإتاب هذايا أنا باش نحطوا شوية فينيغر فينيغر بلون خلى الابيض هما اللي حط
جست كونتيتي صغيره حتى وتر نمشي على الفسين على المطعم تاعك زيد زيد شويه زيد شويه عندك هكا بس يزيد خذي الخلطه لو زعما المطعم اللي خلي يعمر ديك الشوم تاعو دونك ما عرفتي الطوماط فريش حركه اللي يحب يحط ثوم يا تو نحطوا نحط ثوم تو ما باش نحطوا فيه ثوم تو زيد شويه ماء تو مرين ماك زيد شويه ماء افضو تو زيد شويه فوالا طبيخ مليح مروان انت يا عنده هالي ضربت مغروم بالكوجين ما في باليش لا بالحق كويزين معناها حاجه تحفونا على الاخر معناها تو نحطوا الكباك نتاعنا انا باش تعطيهم الدبارة نتاع اليوم باش تعملها في داركم يلا لا ذي باز معناها حاجه مهمه حاجه مهمه نحطوا الكباك نتاعنا ونغسلوا شويه في النار كالعاده باش يصيب الفابور يصيب الماء نتاعو ما تحرقش فوالا تو مروان كملوا حطوا اخر طاب ثاني وباش حطوا فوالا الزيتون في الاخر ولا خلي سموا شويه ريحه باش نشهيو شويه ريحه الزيتون لا ديجا بنينه بالكدا سوتو لا صوص طومات كي تبدا فريش تخلي مطعم بنين وريحه بنينه خلط شويه خلينا نجيب لك هاك المغرفه تحب تحب اي مغرفه نعطيها يدخل خلط مليح مستصل مروينة ها؟ مستصل حفيلي عنك شوفوني تلقيتلي تبدا حاجة تبون كاليتيك تشد الكعب الكعب ديجا كيفاش حليناها حطينا شوية زيت بور كو سا كول با فوالا توا نصبها من المغرب فوالا احنا بردناها شوية راهو توا وبا نخلطو في الصوص هذيكا الصوص هذيكا ما تخريب زيد شوية زيت 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 شوية زيت زيتونة داكوغ ونافع بس بالخضرة بالقرع الأخضر والبصل والطماطم بس حاجة جديدة إياد جديدة حاجة جديدة وحاجة اش قالك سمو انت في المكونه نتاعنا حاجه بنينه بالكدا زين ذقنيش هذيك ديجا من الريحه من الريحه يضر لي واحد فطر شوفوني كيفاش تحبوا تاكدوا على الخضره نتاعنا كيفاش طابت مع الطماطم ومع الزيت توا نحطوها غاديك ما نمسح لنا هذاك لا هكا الفانس فوالا وين اللي حاب نجم توا نحطوا شويه فروماج عربي نجم نحطوا شوية معناتها بارميزون فرماج اللي نحبوا علينا احنا حتى فرماج العادي نجم نحطوه المهم يكون فوندون يذوب تو واحدة من الخضرة عاد فوالا كلها ألوان يا عيني ريتا لا توش فينال دو شيف اي سورتو لا بريزونتاسيون اي لازمها تكون تو من بعد شنو نجدو بات فوتي نتاعنا نعملها في الفول بقات 8 10 دقائق هكاك انت والفور انت دوغور نتاع العظام شوف الكولوراسيون نتاعها كيفاش الله نصلي على النبي ما فيك جعان انت لا صاي ما يضر لي باش نفطر وني حاجه مهمه ديما كي باش ناخذ وناخذ بالباليت شوف كيفاش عملنا الورقه نتاعك كيفاش انت كي تسيفوريزي ما يلاحقليش حاجه تلصق سايد بوكو وين هكا كونوا تمنى الفقره نتاعنا نتاع اليوم تو باش نقصوها باش نشاهد المشاهدين شو عندنا من الداخل في الفيديو شويه شويه قص في اثنين مروان ترى سامحني هيك قص بكدي قص بكدي قص انزل ولا كمل كل كمل كل فوالا استني جوست دور دور هكا دور هكا باش يشوفوا شوف المشاهدين عندنا شوف هون اللحم تاعنا شوف اللي هون عندنا البصل اللحم تاعنا فيه طاب ولا
يعطيك الصحة سيد، يعطيك الصحة. والله ما تعرف بالسبناخ بالخضرة وريحتها بنينة برشا. فوالا وين نحبوا هكا نشوفوا فوالا احنا دبرتنا حضرت دونك هاك شفت هذايا عملناها معناها حسب تقريبا عملناها في ساعة غير ربع. فوالا انت مش حاجة تسد برشا الوقت باش تعملها. كيما انت قلت وحدي حضرها من الصباح وبعد جوست قبل ما يجوز حاضر مثل تحضير كيما قلنا البات فيتي تاخذها من عند البات سي اللي عندك ولا من بات فيتي تشري حاضر تشري حاضر تحلوها كل حد اللي يحلها لك طبقة صغيرة وتعملها. دونك فوالا ان بلا اوريجينال اللي نجم اي واحد في داره يقدو يقدر سي بياسك تشوف الاسم فوالا فوالا بالكوب الكل فوالا. يعطيك الصحة مروان انت اللي سمرة وطيبت. اي ضد مروان هاك تشوف هاك تشوف انت عملت بيدي كل شيء احنا نتبع فيك. هذه انا متاكده باش يروح للدار من غدوه باش يعملها. لا فوالا معناها ديجا انا اليوم اشق فتري اللي من طيب هذايا لامي معناها. روحوا بها روحوا بها مبردي. يعطيك الصحة شيف ياد على اختيارك الوصفة هذايا زادة احنا عجبتنا. ان شاء الله انتم سيدي عجبتكم. نكونوا هكا كملنا حلقتنا، ما تنساوش نتلاقاو في حلقه اخرى في برنامج ذوق تحصل على قناه تونسنا. شهيه طيبه ناس الكل، شهيه طيبه مروان، شهيه طيبه.